هذه المناسبة الوطنية الغالية التي يشعر فيها كل فرد من أبناء هذا الوطن الشامخ بالفخر والاعتزاز بجذوره وتاريخه العريق، واستذكار مراحلها بدءاً من مؤسس الدولة السعودية الأولى الإمام محمد بن سعود رحمه الله قبل 3 قرون، وتحديداً في 22 من فبراير عام 1727 ميلادي 1139 هجري، وصولاً لعهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمين حفظهم الله، مما يبرهن على رسوخ وأراقة هذه الدولة وعمقها السياسي والثقافي والحضاري، وقيامها على مبادئ ثابتة وراسخة حققت التلاحم والتعايش والتسامح والوسطية حتى أصبحت نموذجاً فريداً للوحدة والتمسك براية التوحيد. الحضور الكريم، طالما أولى مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني منذ تأسيسه كمؤسسة مجتمع مدني تعكس تطلعات وهوية المجتمع أهمية خاصة للاحتفالات الوطنية عبر إقامة العديد من الفعاليات المختلفة، ومنها ملتقى يوم التأسيس الذي نحتفل به اليوم للمرة الأولى لنذكر أبناءنا وبناتنا بقصة كفاح طويلة لدم شمل وتوحيد هذه البلاد المباركة وترسيخها في نفوسهم وتعريفهم بأمجاد قادتهم وتعاون وولاء أجدادهم وتذكيرهم بأهم حدث غير التاريخ وغرس قيم ومعاني الانتماء والولاء والاعتزاز بتاريخ الوطن ورموزه وحضارته، وإطلاعهم على مختلف مراحل بنائه وما وصل إليه اليوم من نهضة تنموية شاملة جعلته محط أنظار العالم برؤيته الطموحة 2030، إضافة إلى الحفاظ على المكتسبات والمنجزات التي يحققها في مختلف المجالات بما ينعكس على تماسك نسيجه المجتمعي وتعزيز تلاحمه الوطني في ظل قيادة رشيدة تقودهم للأمام والصدارة دائماً.